السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد اشرف من تيم اور كورس، والنهارده ان شاء الله هنتكلم في البايو كيميكال انفستيجيشن اوف انفيرتيليتي. طيب، محاضرة النهارده ان شاء الله جميلة وبسيطة، والى حد ما يعني انا شايفها سهلة، بس هي فيها شوية ارقام في الاخر كده محتاجين نحفظها، بس غير كده مفيش حاجة، حتى الكلام يعتبر معادي يعني. طيب، اول حاجة بدأنا نعرف ايه هو الانفيرتيليتي. الانفيرتيليتي عبارة عن ان في كابل بيحاولوا يخلفوا بس مش عارفين، عشان نقدر نقول ان الكوبل ده انفرتايل، هم على الاقل بيحاولوا لمده 12 شهر بيستعملوا بيعملوا ان بروتكتد سيكشوال انتر كورس، يعني ما بيستعملوش كونترسبتيف بيل، ما بيستعملوش كوندوم وهكذا، ما فيش ايه بروتكشن. طيب، الانفرتيليتي قسمناها لبرايمري انفرتيليتي وسكندري انفرتيليتي. البرايمري ان الكوبل ده عمرهم ما عملوا كونسبشن، ما فيش بيبي قبل كده، تمام. السكندري ان لا، كان في previous pregnancies ولكن حصل مشكلة، بقى دلوقتي بقى ايه infertility. طيب، ال requirements بتاعت ال conception ايه عشان يحصل ان يخلفوا ولد؟ يعني اول حاجة ان ال egg ال ovum تكون healthy، تكون healthy egg عشان نقدر يحصل fertilization ويكون zygote وتكمل الرحلة. طيب، ان ال tubes او ال fallopian tubes تبقى unblocked، ما يبقاش في مشكلة في ال fallopian tubes سد الطريق. طيب، ان السبرم يقدر يبنتريت ويفرتلايز الايج. السبرم لازم يقدر يبقى عنده الاكروزومال انزيمز اللي هتخليه يكسر او يبنتريت الحيطه بتاعه الايج ويعمل لها فرتلايزيشن. طيب، الامبريو لما يتكون لازم يحصل له امبلانتيشن في اليوترس، ما يبقاش في مشكله في اليوترس فمش عارف يستقبل الامبريو، ما يبقاش الامبريو مش عارف يمسك في اليوترس. تمام. اخر حاجه ان البريجنسي ذات نفسه بقى اوفرول يكون هيلثي، ما يكونش فيه بقى اي مشكله تسبب مشكله في البريجنسي، يعني كلام جنرال كده بس عشان ايه نفهم. طيب، الجنرال كوزز اوف انفيرتيليتي، اسباب الانفيرتيليتي عندنا الفيميل فاكتور 40% والميل فاكتور 40% برضه، والان اكسبليند ولا 20%، وده يبين لنا ان الموضوع مش سيرتن ومش حاجه مقفوله جدا. يعني سبحان الله، كلها بقدره ربنا، الخلفه كلها بقدره ربنا. يعني البنت اللي انا حاطط صورتها دي من سياق الكلام قديما، لكن انا هقول لك ان واحده عندها خلف واحده عندها 90 سنه هي اللي مخلفه البنت دي، ولكن البنت دي ذات نفسها هي اللي مخلفه وهي عندها 5 سنين و7 شهور. البنت اللي اسمها لينا مدينه دي مخلفه وهي عندها 5 سنين و7 شهور، انت متخيل؟ يعني دي كان عندها بريكوشس بيبرتي. طبعا مش هنخش بقى في امراض، بس الفكره ان كله بقدره ربنا سبحانه وتعالى. وعلى فكره البنت دي لسه عايشه وابنها دمت وهو عنده 40 سنه، فاللي هو يعني كله بايد ربنا سبحانه وتعالى، فما تبقاش جازم في الموضوع. طيب، نخش في الموضوع. قبل ما نتكلم عن الفيرتيليتي نتكلم بس عن العادي شكله ايه شويه. تمام. الهايبوثالامس في العادي او الهايبوثالامس بيتيوتري اوفاريان اكسس، ان الهايبوثالامس بتطلع الجي ان ار اتش. الجي ان ار اتش بيروح على البيتيوتري، تقول لها البيتيوتري طلع لنا الجونادوتروبينز اللي هم ال اتش واف اس اتش. ال اتش على الاف اس اتش بيروح على الاوفري، يقول له طلع لنا، يعمل بقى الاوفاريان سايكل بحواراتها اللي احنا مش هنخش فيها الحمد لله يعني. بس هنخش في ايه، الفيرست هاف لما بيطلع الهاي استروجين يروح يعمل بوزيتيف فيدباك، انما السكند هاف لما يطلع لو استروجين والبروجستيرون هيعمل ايه؟ نيجاتيف فيدباك. بسيطه بسيطه. في السكند هاف برضه بيطلع بروجستيرون واستروجين ويروح يشتغل على اليوترس. الموضوع ده مش مهم بالنسبه، يعني التفاصيل بقى في كل ده مش مهم، احنا بس بناخد فكره عامه عشان ايه نقدر نتكلم. طيب، ادي السايكلز بيبين لك بقى ان الاستروجين بيعلى التو بيكس، واحد قبل الاوفيوليشن وده اللي بيعلي ال ال اتش لما يعمل بوزيتيف فيدباك، وبيبين لك برضه ان البروجستيرون البيك بتاعه في الميد لوتيال فيز وهكذا. مش موضوعنا خالص يعني. قبل ما نخش في الفيميل انفيرتيليتي، معلش كمان حاجه قبل ما نخش في الانفيرتيليتي، ازاي ال ال اتش والاف اس اتش بيأثروا على السيلز. ال ال اتش بيروح على الثيكا سيل، ال ال اتش بيروح على الثيكا سيل، تمام، ويحول كوليسترول لاندروستين دايون اللي هو اندروجين يعني. يبقى ال اتش بيشتغل على الثيكا بيحول كوليسترول لاندروجين. طيب، الاندروجين ده بيروح على الجرانيلوزا سيل يتحول لايه؟ لاسترادايول او استروجين تحت الافكت بتاع الاروماتيز. مين اللي بيستيموليت الاروماتيز؟ الاف اس اتش. يبقى تاني ال اتش هتروح على الثيكا سيل تخليها تحول كوليسترول لتستوستيرون. الاف اس اتش بقى بيعمل ايه؟ بيروح على الجرانيلوزا سيل تخليها تشغل اروماتيز. الاروماتيز ده هياخد الاندروجين اللي جاي من الثيكا سيل هيتحول لتستوستيرون، مش موضوعنا بقى، وهيحول التستوستيرون ده لايه؟ لاسترادايول. تمام. المعلومه دي خليها على جنب، هنحتاجها كمان شويتين. طيب، الفيميل انفيرتيليتي عندنا اسباب الانفيرتيليتي عندها اندوكراينال كوزز، تيوبال كوزز، ويوتراين كوزز. اندوكراينال المشكله في الهرمونز بقى والجو ده هو موضوعنا كله. تيوبال ويوتراين ده نسا والجو ده مش موضوعنا. تمام، احنا كل كلامنا اندوكراينال كوزز. طيب، الاندوكراينال كوزز مور كومن في الفيميل عن الميل، وده منطقي يعني. انت شايف الفيميل هرمونز عماله طالعه نازله ومختلفه، انما الميل اساسا تستوستيرون واف اس اتش وال اتش معظم الوقت كونستنت ديورنج السكشوال لايف كلها، تمام، عكس الفيميل بقى السايكل تشينجز والجو ده. فمنطقي ان يبقى
مور سوفيستيكيتد يعني، سبحان الله، مور سوفيستيكيتد الاندوكراين، الاندوكراين بتاع الفيميل، فبالتالي مور كومن ان يحصل عندها مشاكل، ومع ذلك برضه لسه 40 40% برضه. طيب اول سبب عندنا ان يبقى في مشكله في الاوفري، الاوفري لسبب ما مش عارف يطلع استروجين، مشكله في الاوفري مش عارف يطلع استروجين، فبالتالي انفرتيلتي خلاص. هي مش هنخش برضه في تفاصيل ليه نقص الاستروجين بيعمل انفرتيلتي، المهم ان ايه، هي مش محتاجه تفاصيل، هي باينه يعني، مفيش استروجين فمش هيبقى في اوفيوليشن، فمفيش اسمه ايه فيرتلايزيشن. المهم مشكله في الاوفري مش عارف يطلع استروجين. البيتيوتري بترد ازاي لما تلاقي الاستروجين قليل؟ تطلع اف اس اتش وال اتش، يا عم طلع استروجين، يا عم طلع استروجين، مفيش. فبالتالي بيبقى عندنا هاي اف اس اتش وال اتش عشان البيتيوتري بتحاول تستيميليت الاستروجين، ولكن الاستروجين قليل عشان في مشكله في الاوفري. ده ايه؟ برايمري اوفاريان فالير، يبقى المشكله في الاوفري. طيب لو المشكله مش في الاوفري، ممكن يبقى عندنا مشكله انه البرولاكتين عادي. البرولاكتين ايه علاقته؟ بص احنا هنشرحها كمان شويه فعديها دلوقتي، ان زياده البرولاكتين بيديستربت الاوفيليشن هنتكلم فيها، وكذلك البوليسيستيك اوفري سيندروم هنتكلم فيها باستفاضه، البرولاكتين والبوليسيستيك هنتكلم فيها. طيب الكوشنجز هي مش مهمه، بالكوشنجز هنعرفها يعني مهمه كاسما بس كده، بس لو انت فاكر في الاندوكراين كان بيقول لك الكوشنجز بيزود الاندروجين، كذلك البوليسيستيك اوفري هنقول ان شاء الله. زياده الاندروجين دي بقى بتديستربت الاوفري وبتعمل لنا منسترول irregularities، بسم الله، تعمل لنا منسترول irregularities، ممكن توقف خالص المنسترويشن، ممكن تخليه irregular. تمام. اخر حاجه من اسباب الانفيرتيليتي انه يبقى عندنا مشكله في البيتيوتري ذات نفسها، البيتيوتري مش عارفه تطلع الاف اس اتش والال اتش، يبقى نقص في الانتيريور بيتيوتري هرمونز هيقلل لنا الاف اس اتش والال اتش، ولو قسنا الاسترادايول ساعتها هنلاقي ايه؟ هنلاقي قليل برضه، لان الاف اس اتش اللي كان بيستيميليت الاستروجين مش موجود، فبالتالي الاستروجين هيبقى اقل. طيب كده خلصنا الجنرال كوزز بتاعت الانفيرتيلتي، هنتكلم بقى في الهايبر برولاكتينيميا ونتكلم في البولي سيستيك اوفري. طيب الهايبر برولاكتينيميا يعني ايه؟ هايبر برولاكتينيميا اول حاجه البرولاكتين هو هرمون بيطلع من الانتيريور بيتيتري بيشتغل على الماماري جلاند، انت جاي متاخر موديول. طيب الهايبر برولاكتينيميا هي زياده البرولاكتين، زياده الايه؟ البرولاكتين. بيعمل ايه البرولاكتين؟ انا مش عارف انا بحرق ليه، اصبر. البرولاكتين بيقلل جي ان ريتش ويقلل اف اس اتش. المهم البرولاكتين بيعمل انفيرتيلتي ان بوث سكسس، تمام، وهنتكلم برضو على الهايبر برولاكتينيميا اختصارا كده في الميل، بس هنتكلم عليه هنا باستفاضه. المهم اللي بيعمل انفيرتيلتي في الايه؟ في البوث سكسس، مش في الفيميل بس ولا في الميل بس، لان البرولاكتين اساسا موجود في الميل، يعني ليه ليفل في الميل، فبالتالي ممكن يحصل ايه؟ هايبر برولاكتينيميا. طيب هنشوف الهايبر برولاكتينيميا ازاي على الومن، هنشوف امينوريا او منسترال ديستربنسز يعني، وهنشوف جلاكتوريا ان هي هتبدا تلاكتيت مع انها مثلا مش ماريد ولا بريجننت ولا اي حاجه، بس ايه في جلاكتوريا، يبقى دي ايرلي انديكيشنز اوف هايبر برولاكتينيميا. قبل ما نخش في اسباب الهايبر برولاكتينيميا نعرف الليفل النورمال بتاع الهايبر البرولاكتين عشان نعرف الزياده بتاعته. في المن احنا قلنا ليه ليفل بيبقى ايه؟ اقل من 20 نانو جرام بير ملي لتر، وخلي بالكم من البايو ممكن بيحبوا يلعبوا على الوحدات احيانا، ممكن يقول لك ملي جرام بير لتر، فاهم؟ فهي نانو جرام بير ملي لتر، نانو جرام بير ملي لتر. طيب يبقى ده في الميل اقل من 20، الفيميل اقل من 25، النون بريجننت سوري النون بريجننت فيميل اقل من 25 نانو جرام بير ملي لتر برضو، او مايكرو جرام بير لتر، هي نفس الحاجه بالظبط يعني، هي زي ما قلت لك بيلعبوا على الوحدات بس هو نفس الحاجه، تمام. يبقى 25 نانو جرام بير ملي لتر هي 25 مايكرو جرام بير لتر، انما البريجننت بقى البريجننت بتبقى بتطلع فوق بقى خلاص مالناش دعوه، رقم بيبقى عالي يعني. طيب ايه اللي بيحصل لما البرولاكتين يزيد؟ لما البرولاكتين يزيد بيروح يا سيدي يعمل لفه كده مالناش دعوه بيها، كيس بيبتين ايه بس ماليش دعوه. المهم البرولاكتين لما بيزيد بيقلل الجي ان ار اتش، الجي ان ار اتش اللي هو الايه؟ جونادو تروبين ريليزنج هرمون، اللي كان بيطلع من الهايبوثالاموس يروح على البيتيتري تقول لها طلعي لي الجونادو تروبين اللي هم الاف اس اتش والال اتش، فنقص الجي ان ار اتش يساوي نقص ال اتش واف اس اتش، واضحه؟ تمام. يبقى البرولاكتين بيقلل لنا جي ان ار اتش وبالتالي بيقلل ال اتش او اف اس اتش. طيب ايه اللي بيزود البرولاكتين دي بقى ايه؟ هنتكلم فيها شويه، ودي موضوع سؤال كويس قوي على فكره يعني، هي سهله بس محتاجه تركيز. طيب اول حاجه عندنا حاجات بتزود البرولاكتين شخصيا على طول، بتزود البرولاكتين عندنا حاجه اسمها برولاكتينوما، انه في تيومر في الجونادوتروبين، الجونادوتروف بقى اللي هي الموجوده في البيتري اللي بتطلع البرولاكتين، فبالتالي بتطلع برولاكتين بزياده، مش عارف بالتالي بتطلع ورا بعض ليه يعني. البرولاكتين بيطلع من البرولاكتينوم، يبقى كده عندنا ايه؟ هايبر برولاكتينيم. عندنا ايديوباثيك هايبر برولاكتينيم، انه ايه؟ ايديوباثيكالي البرولاكتين زايد. طيب ماشي. عندنا الكرونيك كيدني ديزيز والليفر ديزيز.
الكرونيك كيدني ديزيز اولا احنا مش عارفين نتخلص من البرولاكتين، فبالتالي ده بيخللنا البرولاكتين موجود اكتر في الدم، فبيتعمل ايه؟ هايبر برولاكتينيميا، وهايبر برولاكتينيميا زي ما قلنا بتقلل جي ان ار اتش. طيب ليفر ديزيز مش عارفين نعمل بسم الله الرحمن الرحيم، ليفر ديزيز مش عارفين نعمل ميتابوليزيشن، فبالتالي البرولاكتين هيزيد. تمام، يبقى كده عرفنا الحاجات اللي بتزود البرولاكتين دايركت. طيب الحاجات اللي بتزود برولاكتين ان دايركتلي عندنا ثلاث حاجات، وهنقول بقى في كل واحده حاجه. اول حاجه الاستروجين، زياده الاستروجين بيزود البرولاكتين، ما تسالش ليه، يعني هي احنا ما مش م... احنا ما اتكلمناش في كده في الاندوكراين خالص، صح؟ انا عارف، بس هو يعني هي الحاجات دي فعلا مش اعتباطا، هي موجوده فعلا، يعني ده علم حقيقي فعلا. تمام، فالاستروجين فعلا بيأثر على البرولاكتين، يبقى زياده الاستروجين بتزود البرولاكتين. طيب زياده التي ار اتش برضو ما تسالش ليه، التي ار اتش بيزود برولاكتين، تي ار اتش واستروجين بيزودوا برولاكتين، دوبامين بيقلل البرولاكتين، يبقى دوبامين بيقلل، تي ار اتش واستروجين بيزودوا، يبقى اي حاجه بتزود استروجين او تي ار اتش هتزود، اي حاجه هتزود برولاكتين، اي حاجه هتقلل دوبامين هتزود برولاكتين، لان اللي بينهبت بيزود. تمام. طيب مين اللي بيزود استروجين؟ عندنا البريجنانسي، في بقى بلاسينتا شغاله بتطلع استروجين، فخلاص الاستروجين عالي. البي سي او البوليسيستيك اوفري اللي احنا هنتكلم عليه، بنقول عليه ان هو عنده هايبر، البيشنت عندها هايبر استروجينيك ستيت، الهايبر يعني الاستروجين على طول عندها عالي، فده بيزود استروجين. الكونترسبتيف بيلز اساسا اللي هي بتبقى عباره عن استروجين وبروجستيرون برضو بتزود استروجين، فبالتالي تزود برولاكتين. طيب مين يقلل الدوبامين؟ لان احنا قلنا الدوبامين بيقلل برولاكتين، فاللي يقلل الدوبامين يزود البرولاكتين. طيب عندنا ميديكيشنز، ادويه بتقلل الدوبامين، هي هدفها كده، انتي سايكوتكس وانتي ديبريسنتس، هي يعني اسمائها مش مهمه قوي، المهم بس تعرف ان اللي بيقلل الدوبامين بيقلل برولاكتين، بيزود برولاكتين. معلش، يبقى عندنا انتي سايكوتكس وانتي ديبريسنتس، بيتاخدوا برضه في الايه، في السيجرز. تمام، بيقللوا الدوبامين، فلما الدوبامين بيقل بيزيد البرولاكتين. من الحاجات برضه اللي بتقلل الدوبامين التشست وول ستيميليشن والبريست فيدنج، البريست فيدنج بيقلل دوبامين فيزود برولاكتين. تمام، يبقى كده عرفنا الاستروجين والدوبامين. بقى التي ار اتش، التي ار اتش في البرايمري هايبو ركز، هايبو ثايرويدزم، يبقى عندنا مشكله في الثايرويد مش عارفه تطلع تي 3 وتي 4، عندنا تي 3 وتي 4 ايه قليلين، ده هيروح على الهايبوثالاموس، الهايبوثالاموس عايزه تطلع تي 3 وتي 4 فتطلع ايه، تي ار اتش. تمام، يبقى الهايبوثايرويدزم بيزود تي ار اتش، واضحه وبسيطه يعني، تي ار اتش بيزود ايه البرولاكتين. تمام، ده اللي احنا يعني ده اللي احنا بنربطها بقى، بنربط احنا عارفين السايكل دي وعارفين السايكل دي، نربطها، زياده النقص التي 3 وتي 4 في الهايبوثايرويدزم بيزود تي ار اتش، زياده تي ار اتش بتزود برولاكتين. طيب الادرينال انسفشنسي هي اكشلي مش معروف، يعني هي اللي مش معروف ليها سبب، المهم بس ان ايه، الادرينال انسفشنسي بتزود برولاكتين، هي مش مكتوبه برضو في الكلام، بس انا قلت ادور عليها واقول لك يعني. طيب كوزز اوف برولاكتين نفس الكلام، بس ايه هنعيده تاني، هو اكشلي في واحد احنا ما قلناهوش، هو الموست كومون اللي هو الاسترس، الاسترس والانزايتي موست كومون كوز في الهايبر برولاكتينيميا، وده بيخلي واحده عندها انفيرتيليتي بتدور ليه هي عندها انفيرتيليتي، طبعا ستريسفول جدا، موقف ستريسفول وانكشس جدا، واحده انكشس وستريسفول على طول، فبالتالي يعني الموضوع بيبدا يسوق ويسوق، لانها الاسترس بيعمل هايبر برولاكتينيميا. طيب الدرجز اللي فيها استروجينز، واحده مثلا بوست مينوبوزال بتاخد استروجين عشان تمنتين مثلا الجسم بتاعها او ايا كان، او زي ما قلنا الكونترسبتيف بيلز دي برضو ايه بتزود استروجين، اي زياده في الاستروجين يعمل ايه هايبر برولاكتينيمي. طيب السيجر اللي احنا قلنا بتاخد ايه ميديكيشنز اللي هي الانتي ديبريسنت والانتي سايكوتكس والجو ده، الحاجات اللي بتقلل الدوبامين، لما الدوبامين يقل يزيد الايه البرولاكت. طيب هايبوثايروديزم زي ما قلنا يقل تي 3 وتي 4 يزيد التي ار اتش، لما زيادة التي ار اتش يزيد الايه البرولاكت. مشكله في البيتياتري لاي سبب ما حبش يخش في تفاصيل، انه ايه البرولاكتين بيزيد وخلاص. تمام، اذر بيتياتري ديزيز، برولاكتينوما زي ما قلنا ادينوما، مايكرو ادينوما او فانكشنينج ادينوما بتطلع برولاكت، ادينوما بتطلع برولاكت. طيب عندنا ايديوباثيك هايبر سكريشن، دخل في تفصيله بسيطه انه الايديوباثيك هايبر سكريشن بيبقى فيها الدوبامين قليل، نقص الدوبامين ده هو اللي بيزود البرولاكت، قال لك دوبامين ذات يوجوالي انهبيتس برولاكتين بقى عنده ايه امبيرد سكريشن في الدوبامين، امبيرد سكريشن في الدوبامين اللي كان يوجوالي انهبيت برولاكتين قال، فايه هو ايديوباثيكال، يعني الفكره ان هو كلها ايديوباثيك الدوبامين قل، فبالتالي البرولاكتين بالتبعيه هو كمان زاد. طيب في بقى هنا مش مكتوبين البي سي او والبريست فيدنج، كنا قلناها في الصوره هنا وهنقولها في الصوره دي كمان، يبقى بي سي او بريست فيدنج، بي سي او بريست فيدنج كانوا ايه، البي سي او بيزود الاستروجين صح، بيزود الاستروجين، والبريست فيدنج لا سوري البي سي اه الاثنين بيزودوا الاستروجين صح، الاثنين بيزودوا الاسترو، معلش الاثنين بيزودوا الاسترو. طيب يبقى تاني نفس الكلام، بريست فيدنج بيزود استروجين، هايبوثايرويديزم بيزود تي ار اتش صح،
البي سي او بيزود استروجين، الاسترس والانزايتي ما دخلناش في تفاصيل، بس هو الاسترس والانزايتي الموست كومن كوز يعني. برضو الكونترسبتيف بيلز بتزود استروجين، قلنا الميديكيشنز بتقلل الدوبامين، برضو جاب لك بي سي او بس جاب لك صوره بقى، وقلنا البرولاكتينوما اللي هي ايه، مايكرو ادينوما او فانكشننج ادينوما بتطلع برولاكتين. طيب كده عرفنا الايه، الهايبر برولاكتينيميا. مهم جدا فيها الكوزس موضع سؤال والارقام، يعني هما دول الحاجتين المهمين فعلا، الكوزس والارقام اللي هي less than 20 ومش عارف ايه والكوزس. طيب البي سي او، ما هو البي سي او؟ البي سي او بمنتهى البساطه قال لك ده بيبقى كونديشن او سندروم عندنا الفيميل عندها اندروجين بزياده او ميل سكس هرمونز بزياده، المفروض انها present in normal amounts، قصدي in small amounts، فبالتالي يعني هنتكلم دلوقتي في تفاصيل ازاي، بس المهم ان هي عندها اندروجين بزياده، وبيحصل ايه في الاوفري ذات نفسه، بيبقى عندنا حاجه اسمها بي سي او، بي سي بوليسيستيك يعني، فبيبقى عندنا ايه سمول هارملس سيستس. السيست دي عباره عن ايه، كان عندنا ايج فوليكل بتكبر بتكبر بعد كده بتحصل اوفيوليشن في العادي، لا هنا ما حصلش ايه، دو نوت جرو تو اوفيوليشن، ما بتوصلش لمرحله الاوفيوليشن، فبالتالي بتفضل وبتبقى ايه سيست، بتبقى كوره كده تمام، حتى باينه هنا في البتاع دي شكلها كوره ايه، كور كده مش عارف ارسم بالاسود على الاسود بقى، المهم انها ايه كور في الاوفري. طيب اسبابها ايه؟ اسبابها altered هرمون ليفلز، مشاكل في الهرمونات تعمل لنا البي سي او، احنا قلنا اساسا اول واحد منهم ايه زياده الاندر. طيب البيشنت دي هتيجي ايه، هتيجي ازاي كلينيكال فيتشر، هتيجي هنشوفها في العياده ازاي. اول حاجه هيبقى عندها منسترال irregularities، ليه؟ لان هي ما عندهاش ovulation، احنا الايج فوليكلز بتاعتها اصلا ما وصلتش للاوفيوليشن، فده يعني ليه تبعيه بقى، بيعمل منسترال irregularities كتير وبيخش في حوارات تمام، فبيعمل ايه منسترال irregularities. النو اوفيوليشن دي هنشوف ان اوفيوليشن، ما بتعملش اوفي ان يعني ما فيش اوفيوليشن تمام، ما فيش انفيرتيليتي، طبعا ما فيش اوفيوليشن يبقى ما فيش انفيرتي، ما فيش انفيرتيليتي ايه، في انفيرتيليتي، ما فيش اوفيوليشن يبقى انفيرتيليتي. طيب وقلنا برضو ساينز اوف اندروجين اكسس، ان هو ايه زياده الاندروجين هتعمل لنا فيريليزم اللي هنشوفها في شكل مثلا اكني، وده هو الاكني بيبقى موجود في الميل والفيميل، بس الميل بيبقى اكتر عشان التستوستيرون بيعمل ايه سبيشس جلاند، المهم هنقولها في الفيسيو يعني هتتقال في الفيسيو مش موضوعنا، المهم ان الايه الاكني في الميل بيبقى اكتر، بيبقى عندها الميل باترن بتاع الميل هير باترن اللي هو ريسيدنج هير لاين وبولنس والجو ده. في برضو ايه الفيشال هير جروث، ده برضو ايه ميل باترن، الاوبيستي هنتكلم عليها دلوقتي، ممكن تعمل تايب 2 دايابيتس، التايب 2 دايابيتس بيعمل بي سي او والبي سي او بتعمل تايب 2 دايابيتس، هي سايكل كده برضو ايه بايخ. زي ما قلنا بتعمل منسترال irregularities وريديوست فيرتيليتيز، وادي السيستس اللي كنا بنقول عليها اهي الهارملس بينفول سيست، مش فاكر بينفول ولا ايه، اللي هي هارملس سيست وخلاص تمام، سمول هارملس سيست. طيب الاوبيسيتي والانسولين ريزيستنس، البي سي او بتعمل انسولين ريزيستنس، ليه مش هنخش في تفاصيل مش موضوعنا، المهم ان البي سي او بتعمل انسولين ريزيستنس والانسولين ريزيستنس بيعمل اوبيسيتي، ليه؟ لان الانسولين يعني بيبقى فيه، طالما فيه انسولين ريزيستنس يبقى هايبر اسمه ايه جلايسيميا، هايبر جلايسيميا هيتحول بقى الليبيد ويعمل ايه اوبيسيتي. طيب شكل، يبقى احنا عرفنا شكلها كلينيكالي، نشوف بقى لو عملناها هرمونال بروفايل هنشوف ايه، هنشوف ال اتش عالي تمام، اول حاجه هنشوف ال اتش عالي، وزي ما قلنا الاندروجين عالي تمام، والاف اس اتش هيبقى يا اما نورمال يا اما لو، يبقى ال اتش عالي والاندروجين عالي والاف اس اتش نورمال او لو. طيب قبل ما نخش في الباثوجينيسيس نرجع للصوره اللي احنا قلت لك ايه اللي احنا كنا عايزينها. طيب احنا قلنا ال اتش بيروح على الثيكا يطلع الاندروجين، والاندروجين ده كان بيروح على الجرانيلوزا اللي كان جاي لها اف اس اتش يحول التستوستيرون لاستراديول، ده العادي تمام. دلوقتي احنا بقى عندنا ال اتش بزياده، احنا قلنا ايه هايبر سكريشن اوف ال اتش، زياده ال اتش دي هتزود لنا الاندروجين جدا، لما يزيد الاندروجين الاف اس اتش ما زادش مع ال اتش، هما الاثنين يعني المفروض هنا يزيد معاه عشان يحول الاندروجين الزياده ده لايه؟ لاسترادايول او استروجين يعني، فما بقاش في التحويله دي، الاندروجين عمال يزيد 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 وما بيتحولش، فبالتالي هيزيد النسبه بتاعته في الدم، لما يزيد نسبته في الدم هيروح على البادي تيشو بارتيكولرلي الاديبوز تيشو، هيحصل له ايه؟ هيشتغل عليه نفس اللي كان بيحصل في الجرانيولوزا سيل، بس مش في الجرانيولوزا سيل، فبالتالي دي مشكله. بص اي حاجه بتحصل في غير مكانها فدي مشكله، يعني الرياكشن ده بيحصل طبيعي، بس الفكره انه النسبه ان الاندروجين دلوقتي بقى زياده جدا، فالرياكشن ده بقى بيحصل بزياده جدا. طيب لما الرياكشن ده يحصل ويطلع يشتغل الاروماتيز في الاديبوز تيشو يحوله لايه؟ لاستروجين عادي. الاستروجين هيقعد يزيد 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 ويعدي الليفل اللي هو الزياده هيتقال في الفيسيو برده اللي هو 200 بيكو جرام بير مليلتر يعني. المهم لما يوصل للليفل ده هيروح هو كمان يعمل ايه؟ بوزيتيف فيدباك للال اتش،
واخد بالك؟ واخد بالك من السايكل اللي بتحصل؟ زياده ال اتش زودت اندروجين، زياده اندروجين زودت استروجين، زياده استروجين زودت ال اتش، وتخش في بقى في ايه؟ في فيشال سايكل كده، بقى في بوزيتيف فيدباك، فهتقعد تلف تلف كده، ودي مشكله طبعا. طيب قبل ما نخش في باثوجينيسيس بس حاجه بسيطه، قد يتساءل احد ليه ما حصلش اوفيوليشن مع ان ال اتش زاد اللي المفروض بيعمل اوفيوليشن. ده في الطبيعي، ولكن ابنورمالي لما ال اتش يزيد بالشكل ده، المفروض ال اتش بيعمل زي ما شفناها في الاول خالص، بيطلع سيرج كده، تمام؟ الاستروجين بيطلع سيرجين كده، فاهم؟ فاي الريجولاريتي ان الاستروجين يفضل عالي، ان ال اتش يفضل عالي، ان ال اتش يبقى عالي في وقت مش عادي، الجو ده يعني اي الريجولاريتي في الهرمونز بتسبب مشكله. وسبحان الله دي حاجه تدعو الى يعني سبحان الله، خلق ربنا عظيم قد ايه، انه مظبوط بالملي زي ما بنقول. تمام. الباثوجينيسيس بقى هو نفس اللي احنا قلناه بالظبط، بس ايه كلاما بقى. بي سي او اولا هي سببها مش معروف، احنا قلنا دلوقتي زياده ال اتش، انا قلت لك ليه ال اتش زاد؟ لا هو ايه زياده ال اتش ده الاوبزرفيشن اللي احنا شايفينه، الاوبزرفيشن كونسيستنت اوبزرفيشن ان ايه زياده في ال اتش، والاف اس اتش يا اما ثابت يا اما قل، ولكن ما نعرفش ليه. تمام. طيب ال اتش بيعمل ايه؟ قلنا بيروح الثيكا يعمل لها بروليفريشن وتزود الايه يا ستار، وتزود الاندرين. لما يزيد الاندروجين احنا قلنا انسفيشنت اف اس اتش، الاف اس اتش ما زادش معاه بالنسبه دي او حتى قل كمان يعني، فالانسفيشنت اف اس اتش نحول الاندروجين ده كله لاستروجين، فبالتالي بقى عندنا هاي ليفل اوف اندروجين، تمام، هيعمل لنا ايه هايبر اندروجينيزم، فبالتالي الفوليكل اساسا مش هتعمل ايه ديفلوبمنت، مش مهم، مش هتحصل ديفلوبمنت ليها لان الاندروجين عالي، وفاهم ما بيحصلش فوليكل ديفلوبمنت. طيب الاندروجين بقى قلنا هيروح فين؟ هيطلع من الاوفري، اللي بيطلع من الاوفري يتحول لاستروجين، هيروح للبادي تيشوز، هيروح للبادي تيشوز زي ما قلنا، مينلي الاديبوس تيشو اللي بيبقى فيها ايه اروماتيز. زياده الاندروجين اللي رايح للاديبوس تيشو ويشتغل عليه اروماتيز هيعمل لنا ايه استروجين، لما الاستروجين يزيد يروح يزود لنا ال ال اتش ويخش في السايكل اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه الفيشس سايكل. فهو ال ال اتش سكريشن كونتينيوس تو بي هاي ريلاتيف تو اف اس اتش سكريشن، ده بيعمل ايه فيشس سايكل. اللي احنا عارفين الاستروجين لما بيفضل لما بيطلع ويعمل السيرج بتاعه حتى في النورمال بيزود ال اتش 10 فولد، انما الاف اس اتش 2 فولد، فال اتش بيفضل عالي جدا مقارنه بالاف اس اتش، تمام، لان احنا قلنا اساسا انه ايه انسفيشنت اف اس اتش. طيب البايو كيميكال قبل ما نخش صح، الانسولين من الاسباب المتوقع ان هي تكون سبب البي سي او الهايبر انسولينيمي، ان الانسولين يبقى عالي. ايه اللي بيسبب الانسولين يبقى عالي؟ اللي هي الاوبيزيتي، زي ما احنا قلنا الاوبيزيتي بتماسك الفات سيلز بتخبيها، فبالتالي البنكرياس بيقول قال لا الانسولين مش شغال ليه، فيقوم مطلع انسولين زياده يعمل ايه هايبر انسولينيميا. فالهايبر انسولينيميا هنقول دلوقتي اهو ان الانسولين ليه ال اتش اكشن، ده اول حاجه كده الانسولين ليه ايه ال اتش اكشن، فبيروح يشتغل على الثيكا سيل ويحول يحول لنا ايه الاندروجين. غير كده الانسولين بيقلل ال 6 هرمون بايندينج جلوبيولين، ال 6 هرمون بايندينج جلوبيولين يعني الجلوبيولين اللي كان ماسك في التستوستيرون او الاندروجين يعني، فلما ده يقل ده احنا عندنا الاكتيف فورم من اي هرمون هو الفري، يعني انت عندك هرمون ماسك في جلوبيولين مثلا ده الاستورج ده اللي ايه ده اللي بنركنه على جنب، انما اللي شغال فعلا بقى هو الفري، فلما الجلوبيولين اللي كان شايل التستوستيرون او الاندروجين يقل، فبالتالي الاكشن بتاع الاندروجين هيزيد، ودي طريقتين الانسولين شغال بطريقتين، انه بيشتغل ك ال اتش وبانه بيقلل السكس هرمون بايند الجلوبيولين، تمام. كل ده بيؤدي ايه زياده الاندروجين يعمل لنا هيرسوتيزم او فيريليزم، برده ايه زياده الاستروجين مفيش اف اس اتش هيعمل لنا ايه انوفيوليشن. تمام كده عرفنا البي سي او شكلها ايه والباثوجينيسيس بتاعها. طيب اللابوراتوري انفستيجيشن اوريدي قلناها، هيبقى عندنا زياده في الاندروجين، هيبقى عندنا زياده في ال اتش، وهيبقى عندنا ايه نورمال او ايه لو اف اس اتش. معلومه زياده بس ان الاف اس اتش ريشيو ال اتش تو اف اس اتش ريشيو بيزيد، بيبقى 3 ل 1، يبقى ال اتش قد الاف اس اتش 3 مرات. تمام يبقى الاف اس اتش ال اتش سوري زاد اكتر من الاف اس اتش بكتير، فبالتالي عمل لنا البي سي او. تمام جميل 3 ل 1، هي 3 ل 1 دي مش مكتوبه بس الدكتور قالتها كذا مره يعني. طيب خلاصه كل اللي احنا قلناه لحد دلوقتي في الصوره اللي جايه دي، الدايجنوستيك ابروتش تو فيميل انفيرتيلتي، انت جاي لك دلوقتي فيميل بتقول لك انفيرتيلتي بتشتكي، تمام، اول حاجه خالص هل عندها نورمال منسز ولا اب نورمال منسز، المنستريشن بتاعها شغال ولا لا، لو شغال عايزين نعرف هي بتوفيوليت ولا لا، في اوفيوليشن بيحصل بنعرفها ازاي؟ بان احنا بنقيس البروجستيرون ميد اللوتيال فيز اللي هو في الدي 21 لو 28 سايكل، احنا كنا شفناها في الصوره اللي هي اللي فوق خالص اللي هي دي،
اهي البروجستيرون كان اعلى حاجه في الميد لوتيال فيز اللي هو دي 21 يعني. تمام. فاحنا بنقيسه في الدي 21 عشان نشوف هل هي بتوفيليت ولا لا. لو كان اكتر من 30، لو كان اكتر من 30 بنقول ان هي بتوفيليت. لو كان اقل من 10 يبقى ما بتوفيليتش. يبقى ايه، معلش الرقم ده برضو ايه، نحفظه احتياطي. لو كان اكتر من 30 يبقى فيه ايه، اوفيليشن. اكتر من 30 يساوي اوفيليشن، انما اقل من 10 يبقى نوت اوفيليتنج. اقل من 10 يبقى ايه، نوت اوفيليتنج. طيب لو نوت اوفيوليتنج هنعمل ايه؟ هنقيس ال اتش، هنقيس اف اس اتش، هنقيس برولاكتين. ممكن عايز تزود استروجين واندروجين ما يضرش، بس إيه اساسي ال اتش والاف اس اتش والبرولاكتين. طيب هنقيس برولاكتين اول حاجه عشان ايه، نكسكلود هايبر برولاكتينيميا، نتاكد ان هي مش ايه، مش هايبر برولاكتينيميا. لو طلعت هايبر برولاكتينيميا نشوف بقى الاستريس، ونشوف كل الحاجات اللي بتقلل الدوبامين والتي ار اتش والجوده كله. تمام. لو كان الايه برولاكتين عالي نشوف اسباب الهايبر برولاكتينيم. طيب لو كان برولاكتين عادي هنشوف بقى ال اتش والاف اس اتش. لو عندنا ال اتش عالي واف اس اتش قليل، قلنا الريشيو بيبقى 3 ل 1 صح، قلنا الاف اس اتش قليل او نورمال والال اتش عالي، هيبقى عندنا ايه، بي سي او. ممكن برضو لو قسنا الاندروجين هنلاقيه عالي، يبقى بي سي او عندنا ال اتش عالي واف اس اتش قليل، ده الايه، البي سي او. طيب بعد كده الاف اس اتش والال اتش الاثنين عاليين بس الاستروجين قليل، يبقى ايه، الاوفري في مشكله مش عارف يطلع استروجين، والبيتيتري عماله تقول له طلع استروجين طلع استروجين، يبقى ده الاوفريان فيلير، ان الاوفري مش عارف يطلع استروجين والبيتيتري عماله تطلع اف اس اتش. فبقى عندنا اف اس اتش وال اتش عاليين، وايه، والاستراديول لسه قليل لان الاوفري في مشكله. طيب لو المشكله في البيتيتري ذات نفسها ان هي ما بتطلعش اف اس اتش وال اتش، فبالتالي بتروحش للاوفري، فبالتالي ما بتستيميوليتش الاوفري انه يطلع استروجين، فبالتالي الثلاثه هيبقوا قليلين. دي بنقول عليها اللي احنا قلنا عليها اختصارا يعني اتقالت بسرعه كده، اللي هي الايه، هايبوجونادوتروبيك هايبوجونادوتروفيك هايبوجوناديزم. والاسم ده مهم، وحتى في الميل برضو ان شاء الله لما نقوله مهم، يعني مهم ان انت تبقى عارف الاسم ده. هايبو نقص في الجونادوتروف اللي هي الاف اس اتش والال اتش، هايبوجوناديزم انه نقص في الاسترو. تمام، هايبوجونادوتروفيك هايبوجوناديزم. طيب ده الدايجنوستيك ابروتش لو كانت نورمال منسز. طيب لو اب نورمال منسز عندها امينوريا او اوليجومينوريا، اول حاجه خالص هتاكسكلود البريجننسي. لازم تاكسكلود البريجننسي، لازم تتاكد ان هي مش بريجننت، لان اشهر سبب ان في ميل يبقى فيها مشكله في المنسز بتاعتها انها تبقى واقفه او انها تبقى اقل، هي البريجننسي، ده اشهر سبب. تمام، فانت اول حاجه هتاكسكلود بريجننسي، وبعد كده هتعمل نفس اللي احنا قلناه. لو نيجاتيف بريجننسي تيست هتقيس بقى ال اتش او اف اس اتش برولاكتين، وتشوف نفس اللي احنا قايلينه ده. تمام. طيب لو كان كله نورمال ما قلناهاش، بس مش مشكله، قول نورمال فرذر تيست انديكيت، هتخش بقى في حوارات تانية مش موضوعنا. تمام، هتخش في مش موضوعنا خالص يعني. تمام، جميل. طيب قبل ما نخش في الميل انفيرتيليتي نتكلم على النورمال في الميل برضه. الهايبوثالاميك بيتيوتري جونادال اكسس، مش هنتكلم بقى على الهيستولوجي مش مهم. الهايبوثالامس بيروح على الانتيريور بيتيوتري بالجي ان ار اتش، نفس الكلام اف اس اتش وال اتش نفس الكلام. اف اس اتش بيروح على السيرتولي، هيروح يطلع، هيروح ينشيت السبرماتوجينيسيس زي ما احنا عارفين الفيسيو، وبيطلع انهبين. انهبين بيعمل نيجاتيف فيدباك للاف اس اتش. ال ال اتش بيروح على الليدج يطلع تستوستيرون، تستوستيرون بيمنتين السبرماتوجينيسيس ويروح يعمل نيجاتيف فيدباك. تمام. برضو شويه فيسيولوجي مش مهمين قوي بس عشان نبقى فاهمين. جميل. طيب الميل انفيرتيليتي، خلصنا الفيميل الحمد لله. الميل على فكره يعني هو اسهل، بس الدكتوره بتقول ان هو موضع اسئله اكتر فنركز فيه. طيب اول حاجه عندنا الميل انفيرتيليتي. الميل انفيرتيليتي هو عرض من الميل هايبوجوناديزم. احنا عندنا الميل هايبوجوناديزم ان هو التستس او التستيكلز دو نوت بروديوس انف تستوستيرون. نقص التستوستيرون ده هنشوفه ازاي بقى كلينيكالي. ابسنت تستوستيرون ليد تو ابسنس اوف سكندري سكس كاركترز، ان يبقى في الصوت مثلا ما يخشنش، او الشولدرز ما تبقاش برود، او كل الكلام اللي اتقال في الفيسيو، او ما يحصلش ماسل بيلدينج فيبقى عنده ماسل ويستنج، او يبقى في انفيرتيليتي. يبقى دي الكلينيكال المانيفيستيشن بتاعت نقص التستوستيرون او الميل هايبوجوناديزم. يبقى عندنا نقص ابسنس اوف سكندري سكس كاركترز، انفيرتيلتي، ماسل ويستنج، واذر ابنورماليتيز. اي حاجه اتقالت في الفيسيو تعالى هنا واعكسها. طيب عندنا سببين للهايبوجوناديزم برضو، هما نفس اللي اتقالوا فوق. برايمري مشكله في التستس ذات نفسها، سكندري مشكله مش في التستس، في الهايبوثالامس او في البيتيوتري. تمام، برايمري اللي هي الهايبر جونادوتروفيك هايبوجوناديزم. ليه هايبر جونادوتروفيك هايبوجوناديزم؟ احنا عندنا مشكله في التستس مش عارفه تطلع الجوناد اللي هو التستوستيرون، فبقى عندنا هايبو تستوستيرون، نقص في الايه، في التستوستيرون، هايبوجوناديزم. البيتيوتري قلنا بتروح تقول له طلع يا عم تستوستيرون، فيبقى عندنا زياده في الاف اس اتش والال اتش.
تمام؟ فهايبر جونادوتروفيك هايبو جونادزم، وانا حطيت لك هنا نجمه وهنا نجمه، ان الاسماء دي مهمه، لانه ممكن يقول لك هايبر جونادوتروفيك هايبو جونادزم من غير ما يقول لك برايمري ولا سكندري، فانت لازم تبقى فاهمها. حاول تفهمها ما تحفظهاش طبعا، ان هي ايه، هايبر زياده في الجونادوتروف الاف اس اتش والال اتش، هايبو جونادزم نقص في التستوستيرون. طيب قلنا المشكله في التستس، مشكله في التستس مش عارفه تطلع تستوستيرون، فالبيتيوتري بتروح تطلع هاي جونادوتروفين اف اس اتش والال اتش عشان تزود التستوستيرون. طيب السكندري المشكله في الهايبوثالامس او في البيتيوتريز نفسها، ما بتطلعش ال ال اتش والاف اس اتش زي ما اتقالت فوق في الفيميل، هي نفسها هنا نقص الاف اس اتش والال اتش هيقلل لنا التستوستيرون، ما بتعملوش ستيميليشن. قلنا ال ال اتش بتروح على الليدك سيلز تطلع تستوستيرون، نقص ال ال اتش مش هيطلع تستوستيرون. تمام، يبقى برايمري وسكندري. هنتكلم بقى ايه اللي بيعمل برايمري وايه اللي بيعمل سكندري. اللي بيعمل برايمري او لما تبقى المشكله في التستس نفسها، عندنا ست اسباب. اول سبب الكلاين فلتر سيندروم، ده بيبقى ميل او فيميل، مش عارف صراحه الفينوتايب بيبقى ايه، بس الجينوتايب هي او هو عنده اكس اكس واي، عنده ايه اكس اكس واي، المفروض اكس اكس او اكس واي، هو عنده اكس اكس واي. التستس بتاعه البني ادم ده بتبقى ايه، سمول فايبروتيك تستس، ما بتطلعش تستوستيرون. تمام، يبقى الكلاين فلتر سيندروم بيبقى ايه، سمول فايبروتيك تستس، ما بتطلعش تستوستيرون. طيب كريبتو اوركيدزم او اندسند تستس في البث، هو هم اكيد على يعني البث قالوا حته باي لاترال دي، لو يوني لاترال بيبقى سب فيرتيلتي. المهم الاندسنت تيستس مش شغاله فما بتطلعش تستوستيرون. تمام، الابيديدمو اوركايتس حصل فيه انفكشن بالمامبس في التيستس مش عارفه تشتغل، ما بتطلعش تستوستيرون. تروما اتخبط في السكروتم مثلا فالتيستس اتخبطت، فممكن مثلا يكون البلاد تيستس بارير حصل له حاجه فمش عارفين نطلع تستوستيرون، الليدك سيلز مثلا يعني اتدشملت في الموضوع في الاوتو اميون رياكشن اللي هيحصل. تمام، فايه برضو مش عارفين نطلع تستوستيرون. الراديشن اكس راي بزياده مثلا ولا حاجه، ده ايه بيموت الخلايا عموما، فهيموت الليدك سيلز ويموت البريمورديال ايه بقى، السبرماتوجونيا، فبرضو ايه انفيرتيليتي. طيب فاريكو سيل، انه يبقى فيه ستاجنيشن اوف بلاد، يبقى تزيد التمبريتشر، هو ده اللي بيخلي اساسا الكريبتو اوركيديزم ما يبقاش فيه جونادز يعني. تمام، انه ايه درجه الحراره بتبقى اقل، قصدي اعلى سوري، فالستاجنيشن اوف بلاد ده بيزود التمبريتشر، فيبقى فيه مشكله في السبرماتوجينيسيس مثلا، او يبقى فيه مشكله في التستوستيرون، فايه انفيرتيليتي. طيب السكندري هايبوجونادزم، ما دخلش في تفاصيل، قال لك بيتيوتري كوزز وهايبوثالاميك كوزز. تمام، هايبر برولاكتينيميا برضو ما دخلش في تفاصيل، بس احنا قلناها فوق بقى، بتقلل جي ان ار اتش فبالتالي تقلل الاف اس اتش والال اتش. طيب مشكله في السبرم ترانسبورت، مش عارفين ننقل السبرم التستس للايه، للاوتر للفاجينا يعني، في اوبستراكشن في الفاز مثلا، او كونجينيتال ابسنس في الفاز، الفاز مش موجود اصلا. تمام جميل، اخر حاجه خالص وده الليست كومن كوز، انه يبقى في ايه انتي اندروجين ميديكيشن، ان واحد بياخد انتي اندروجين، ده ممكن يكون مثلا عافانا الله واياكم واحد عنده تستيكولار تيومر علاجه انه بياخد انتي اندروجين، وده ممكن يعرضه للانفيرتيليتي طبعا. طيب نفس اللي قلناه فوق في الدياجنوستيك ابروتش للفيميل هنقوله في الميل، بس مفيش حته المنسس بقى، احنا هنعمل سبيرم اناليسيس، لان النورمال سبيرم اناليسيس يبقى المشكله مش تبعنا، مش اندوكراينال. تمام، يبقى نروح حته ثانيه بقى، انت مش تبعنا اعمل حاجه. لو ابنورمال سبيرم كاونت هنقيس له التستوستيرون، هنقيس له الجونادوتروبينز، هنقيس له البرولاكتين. تمام جميل، لقينا التستوستيرون قليل والجونادوتروبينز عاليه، ده معناها ان الايه التستس مش عارفه تشتغل، مش عارفه تطلع التستوستيرون، والبيتيتري بتقول لها اشتغلي اشتغلي مش قادره، فيبقى عندنا ايه برايمري تستيكولار فيلير، ان الجونادوتروبينز عاليه عشان البيتيتري شغاله، انما التستوستيرون قليل عشان التستس مش شغال. طيب لو المشكله في البيتيتري انه ايه هايبوثالاميك او بيتيتري ديزيز، الجونادوتروبينز بتقل فبالتالي ما بتروحش للتستس، فبالتالي ما بيحصلش ستيميليشن، فبالتالي التستوستيرون كمان قليل، يبقى الاثنين قليلين في الهايبو جونادوتروفيك هايبو جونادزم. واخر مره ان شاء الله ناكد على الاسم، بس هو مهم فعلا يعني. طيب لو لقينا البرولاكتين عالي والتستوستيرون قليل، يبقى هايبر برولاكتينيميا، بس احنا قلنا ايه رير يعني، الهايبر برولاكتينيميا هو عموما الاندوكراين اللي احنا قلنا من الاول خالص ان هي رير في المهين يعني. طيب يبقى الهايبر برولاكتينيميا رير. ماشي، اخر حاجه ودي اللي فيها شويه حفظ الارقام اللي انا قلت لك عليها في الاول، وللامانه دي برضو الدكتوره اكدت على السلايد دي والسلايد اللي بعدها والسلايد اللي بعدها كلهم نفس الموضوع، فدي موضوع سؤال جدا. تمام، يعني التركيز الالتيميت بقى دلوقتي. جميل، سيمن اناليسيس، احنا قلنا ايه بنعمل سبيرم اناليسيس، هنعمل عشان نقدر نخش قبل ما نقيس بنعمل سبيرم اناليسيس نشوف هو نورمال ولا اب نورمال. ازاي ناخد اساسا عينه سبيرم؟ اول حاجه بيبقى عندنا 3 تو 4 دايز اوف ابستيننس، انه ايه ابستين او يمتنع عن السكشوال انتركورس مده 3 او 4 ايام. طيب
المان بيجاكيليت في كلين دراي سبيسيمن كونتينر، بيجاكيليت في كونتينر ستيرايل، كونتينر متنظف، او في كوندوم برضو ستيرايل ومتنظف، يعني برضو بنمنع بكتيريا والجو ده، يعني حاجات جنرال قوي. طيب بناخد العينه دي ونفحصها within 1 hour، لازم يبقى within 1 hour عشان الفايابيليتي وعشان السبيرم. بص هو within 1 hour دي اساسيه جدا، لان التحاليل هتتاثر لو قعدت اكتر من كده، لازم ايه within 1 hour. ممكن حتى يخلوا عيان يعمل الايجاكيليشن، يجمع السامبل يعني في المعمل، عشان لو هو في البيت مثلا بتاعه ابعد من 1 hour وكده. طيب يبقى within 1 hour بنفحص العينه. ممكن ناخد about 3 more analysis، ناخد 3 عينات for more reliable data، ان انت تتاكد بس ان ممكن دي يبقى فيه مشكله المره دي، مثلا كان في حاجه كده يعني، فايه 3 analysis. طيب برضو بنحافظ على درجه حراره العينه، احنا عارفين التستس اساسا هي فكرتها كلها انها بره عشان التمبريتشر، فلازم ما تبقاش نحافظ عليها ما تبقاش حر قوي ولا تبقى برد قوي. طيب نشوف بقى ايه النورمال شكله، ايه النورمال سيمن اناليسيس شكله ايه. ما تتخضش ما تتخضش، كلام بسيط والله. اول حاجه عندنا السيمن فاليو، احنا عندنا السيمن ده عباره عن ايه، سيمينال فلويد وايه وسبرم، فهنتكلم عن السيمن كتوتال وهنتكلم عن السبرم كسبرم لوحده. طيب اول حاجه السيمن فاليو، الايجاكيوليت اللي طلع ده الفاليو بتاعه قد ايه، يعني لو هو محطوط في كوبايه مثلا ولا في كوندوم زي ما قلنا، الفوليوم بتاعه قد ايه او الفاليو بتاعه قد ايه، بيبقى حوالي 1.5 مللي، ده النورمال. ممكن طبعا هو بيرنج من 1.5 ل 3، بس بص سيبك من الرنجات دي كلها، خلينا في الرقم اللي هو المكتوب، هي الدكتوره قالت كده يعني، تمام. فاعتمد ايه 1.5 مل. طيب لو زاد، لو زاد عن 1.5 بنقول عليه هايبر سبيرميا. هايبر ايه؟ سبيرميا. وركز معايا في الحته دي عشان هتسهل علينا كمان شويه، يبقى هايبر سبيرميا لو زاد عن 1.5 السيمن فاليو اللي طلع، لو زاد عن 1.5 يا ستار، لو زاد عن 1.5 بنقول عليه هايبر سبيرميا. طيب لو قل عن كده بنقول عليه هايبو سبيرميا، ركز معايا هايبو سبيرميا، تمام. طيب لو مفيش اساسا، لو هو حصل، لو هو عمل ايجاكيوليشن بس مفيش حاجه طلعت، ده بنقول عليه اي سبيرميا، احنا عارفين ايه معناها مفيش، فاي سبيرميا مفيش اساسا سيمن. طيب طيب بعد كده نخش في السبرم، احنا قلنا هنتكلم على السيمن والسبرم. السبرم ذات نفسه الكاونت بتاعه بالمليونز، ده 10 او 6 مليونز يعني، 39 مليون، تمام. ده النورمال 39 مليون. لو زاد بنقول عليه بولي زو سبيرميا، ركز بقى زو دي معناها ايه؟ سبيرم، تمام. انما لما كنا بنتكلم عن السيمن كتوتال كنا بنقول هايبو هايبر سبيرميا على طول، انما لما اقول زو بولي زو سبيرميا دي معناها ان انا بتكلم عن السبيرم ذات نفسه، يبقى بولي زو سبيرميا معناها زياده في السبيرم، حتى يعني تسهيلا منهم قالوا بولي واوليجو بدل هايبر وهايبو تاني يعني، تمام. يبقى بولي زو سبيرميا ان زياده في السبيرم، تمام. اوليجوزيسبرميا انه نقص، نقص عن كام؟ عن 39 اللي احنا قلناها. في برضو عندنا هنا ايه؟ ايه زوسبرميا انه ايه؟ مفيش سبرم طلع، ان السيمن بس يعني السيمن كان عباره عن فلويد بس، تمام؟ ايه زوسبرميا ده مفيش، انما بولي اكتر من 39 بكتير بقى. هو برضو ايه؟ اصل الرينجز هنا واسعه جدا يعني، هو كاتبين 33 ل 46، بس الرينج ممكن يبقى من 30 ل 80 مليون، تمام؟ فلما يقول لك بولي يبقى بولي قوي يعني، حتى مكتوب تحت ابنورمالي هاي. الاوليجو يبقى اقل من ايه؟ احنا قلنا الرينج او النورمال 39. طيب بعد كده اكلمك عن السبرم كونسنتريشن، هي ايه؟ تركيز السبرم بير ملي لتر. احنا عندنا 39 مليون في 1.5 ملي، في ملي واحد عندنا كام؟ اللي هي يعني عشان يطلع تركيز، هو انت لو حسبت 39 على 1.5 مش هيطلع لك 15 طبعا، بس احنا ايه؟ هنمشيها. المهم ان ايه؟ الكونسنتريشن او السبرم كونسنتريشن بير مليون بير ملي لتر 15، تمام؟ تمام، معلش احفظها بقى، هي 1.5 و15 اهي، تمام. و39 هنقول برضو ايه 40. طيب الموتيليتي، توتال موتيليتي، تحرك السبرم، توتال موتيليتي وبروجريسيف موتيليتي، اول حاجه عايزين نفرق بينهم. توتال موتيليتي انه بيتحرك نقطه، ممكن يكون بيتحرك سهم كده، ممكن يكون بيلف حوالين نفسه، ممكن بيكون بيطلع وينزل، تمام، ممكن اي موتيليتي. انما بروجريسيف موتيليتي او افكتيف موتيليتي، ان بيتحرك موتيليتي ليها لازمه، ان انت بتتحرك بشكل ينفع، تمام، انت نافع، يبقى ايه؟ اكيد البروجريسيف اقل من التوتال، تمام. التوتال عندنا 40 40% 40 يعني 40% من السيمن السبيرم كله هيبقى ايه؟ موتايل، موتايل نقطه، تمام. انما 32 من السبيرم اللي طالع هيبقى ايه؟ افكتيف او بروجريسيفلي موتايل، يبقى الموتايل اللي بينفع، تمام. يبقى ايه؟ موتايل نقطه 40، موتايل بينفع 32. طيب الموتايل اللي بينفع ده برضه عندنا فيه مشكله للاسف، لو هي اثينو، حته اسينو دي معناها ان في مشكله، حتى في ازمه، او اسينيا، اسينيا دي معناها فتيج، ازمه اللي هو برونكيال ازمه يعني، المهم ايه، في مشكله،
فنقول ايه بور موتيليتي، بور موتيليتي برضو ايه اسينو زو، عشان احنا بنتكلم على السبرم دلوقتي مش على السيمن، اسينو زو زو سبرمي، يبقى اسينو معناها الايه بور، زو بنتكلم على السبرم ان هي ايه بور موتيليتي. طيب إيه، مفيش حاجه على البروجريسيف موتيليتي. بعد كده الفيتاليتي او الفيابيليتي، ان هو ايه سبرم عايش من الاخر، يعني السبرم ده عايش يعني مش بيتحرك، مش شرط بيتحرك بس عايش. قال لك عندنا بيبقى ايه 58%، 58% من السبرم اللي هم اللي كانوا 39 مليون دول 58% منهم عايشين، الباقي ذا ريست ار نكروتيك. يبقى احنا عندنا نورمال كام 58، الريست نكروتيك. طيب لو طلع سامبل كلها نكروتيك سبرم، دي بنقول عليها ايه نكروزوسبرمي، نكرو نكروزس زو سبرم سبرم. تمام برضو ايه الاسماء دي عشان هي كتير وممكن تلخبط، فانت حاول تفهم ما تحفظش. يبقى ايه كلهم نكروتيك، هنقول نكرو زو سبرم. طيب اخر حاجه عندنا السبرم مورفولوجي، شكل السبرم هل هو عادي ولا لا، يعني النورمال بتاع السبرم ان هو يبقى حاجه كده. تمام ده النورمال، ده الاب نورمال بتو هيدز مش عارف ايه، مش مهم يعني، المهم انه ايه 4% من السبرم كله بيبقى ايه شكله نورمال، وده يعني رقم قد يبان قليل بس هو ده كده فعلا، يعني 4% بيبقى ايه السبرم مورفولوجي بتاعته نورمال، يبقى 4% نورمال. طيب لو كان اقل من كده بنقول تيراتو زو سبيرمي، احنا عارفين زو سبيرمي خلاص، تيراتو عندنا تيراتو جينيسيتي عارفينها، تيراتوما اللي هي بيبقى حاجه عك كده تمام، فتيراتو معناها ايه تشوه في الايه في السبرم، ممكن يبقى 1% مثلا. تمام تيراتو زو سبيرمي. طيب كده قلناه، قلنا النورمال. تعالى نشوف المشكله تاني تمام، حتى نقولها لوحدنا سهله، يعني الايه سبيرميا احنا قلنا الايه المشكله مفيش، طالما مفيش زو يبقى بنتكلم على السيمن، يبقى ده ايه، وقلنا ايه يعني مفيش ما خالص، يبقى ايه absence of semen، absence of ايه of semen. طيب الايه زو سبيرميا، زو يبقى احنا بنتكلم على ايه على السبرم، ايه يعني مفيش، يبقى absence of sperm in the semen. هايبو سبيرميا نقص ومفيش هنا زو، يبقى بيتكلم على السيمن كتوتال، يبقى لو سيمن فوليوم. هايبر سبيرميا ان زياده في السبرم كتوتال، هاي سيمن فوليوم مفيش زو برضو. اوليجو وقلت لك اوليجو بولي، يعني بدل ما يكتبوا هايبو هايبر تاني، اوليجو زو، اوليجو معناها قليل يعني بولي معناها زياده، اوليجو زو يبقى احنا بنتكلم على السبرم، يبقى ايه نقص في السبرم. فيري لو سبرم كاونت، احنا كنا قلنا النورمال 39 صح، وقلنا هنا النورمال 1.5 تمام، يبقى فيري لو دي هتبقى كام 5 3 مثلا، بولي زو سبرم 230 300 مثلا، فاهم رقم عالي ان هو ايه abnormally high sperm count البوليزوسبرم، يبقى بوليزو يبقى احنا بنتكلم على سبرم، بولي يبقى زياده سبرم تمام abnormally high تمام. اسينو ذا سبرم احنا قلنا ايه بور سبرم موتيليتي، احنا قلنا الموتيليتي عموما 40، البروجريسيف منها او النافع منها كان 32، يبقى البور سبرم موتيليتي بنسميها اسينو، قلنا اسينو معناها فيها مشكله، زو او تعبانه يعني، زو معناها سبرم سبرم تمام تمام. اخر حاجه اللي احنا قلناهم تيراتو زو سبيرم، زو سبيرم تيراتو تشوه، يبقى سبيرمز ذات هاف مورفولوجيكال ديفكت. طيب نيكرو خد لسه في النيكروز سبيرم، نيكرو زو سبيرم نيكروزز في السبيرم، اول ذا سبيرمز ان ذا اجاكيليت ار ديد كلهم ايه نيكروتيك. اخر حاجتين مع يعني بسيطه خالص، لوكوسبيرميا في ايه ليكوسايتس، هيماتوسبيرميا في ريد بلود سيلز، اي هاي ليفل اوف وايت بلود سيلز بريزنت ان ذا سيمن، ريد بلود سيلز بريزنت ان ذا اجاكيليت، بس هو كده مفيش حاجه ثانيه بس كده. إيه وانا خلصت بس هوقف، هجيب سؤالين كده نحلهم إيه كتجربة كده يعني، بس اللي عايز يمشي خلاص شكرا جزيلا. طيب الـ Laboratory Investigations of PCO، احنا عارفين الـ PCO كنا قلنا فيه اول حاجة زيادة في الـ LH صح، الزيادة في الاندروجين، الـ FSH يا اما عادي يا اما نورمال صح، وقلنا الـ A الـ LH الـ FSH بيبقى عالي بيبقى 3:1. طيب قال لك اللابوراتوري بيشو انكريزد اندروجين، طيب ديكريزد ال اتش لا بيزيد، الاف اس اتش بيزيد لا برضو بيبقى نورمال او بيقل، ديكريزد ال اتش اف اس اتش ريشيو لا قلنا بيزيد بيبقى ايه 3:1، يبقى الاجابه ايه. طيب الميل بيشنت سيمن اناليسيس، عملنا سيمن اناليسيس للميل ولقينا ايه السبيرم موتيليتي 9%، يبقى احنا المفروض احنا عارفين ان هي كام 40%، ال 40% التوتال موتيليتي، والبروجريسيف موتيليتي كنا قلنا كام 32%. طيب الدياجنوز تبقى ايه ازينو دي سبيرميا، انه ايه في قلنا ازينو معناها في مشكله، وزو معناها مشكله في السبرم، سبيرميا انه ايه مشكله في السيمن اناليسيز يعني، فهتبقى ايه ازينو دي سبيرميا. تيراتو قلنا لا بيبقى في تشوهات، دي بتبقى ايه مشكله في السبرم مورفولوجي اللي كانت كام
ايوه كده صح عليك. أربعة، النكروزوسبرميا قلنا كله بيبقى ديد، وقلنا ساعتها إن الفيابيليتي كانت كام؟ 58%. الليكوسبرميا إنه يبقى فيه هاي بلاد سيلز في السبرما أناليسيس. طيب بس كده خلاص. لو أنت وصلت هنا عايز أقول لك إني شكرا جزيلا، قلب كبير. سوي سبسكرايب وسوي لايك، وأنا هحبك جدا. بهزر طبعا، بس إيه، حاجة بسيطة كده، ما تنسوش يا جماعة لينك الفيدباك. يعني لينك الفيدباك هو فعلا أسرع طريقة إن إحنا نتحسن بيها، عشان إحنا ممكن مثلا احنا بيننا وبين بعض كشباب في اول كورس ممكن ما يبقاش نقدنا حادف او بناء قد كده، على قد ما احنا بنطبل لبعض طبعا، عشان احنا بنحب بعض، فايه بنطبل لبعض. فانت قول لي اتحسن ازاي، عشان يعني ده الهدف الاسمى، ان انا اقدر اساعدك بشكل من الاشكال. اتمنى ان انا اكون قدرت اعمل ده. فلو في حاجه طبعا لينك الفيدباك موجود على المحاضره دي او اي محاضره قبل كده او اي محاضره جايه ان شاء الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.